الناس هاي ان المتظاهرين طالعين سلميين ومنضبطين 100%، لكن عصابات النائب علي غاضبين عصابة النائب علي غاوي التابع لسائرون قاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المنضبطين اللي جايين يطالبون بحقوقهم وبحقوق المحاضرين وبحقوق جميع الشعب العراقي المظلوم. لذلك بإذن الله تعالى مثل ما تفضل الدكتور اللجنة بإذن الله راح تكون خطوات قوية لردع وإيقاف هؤلاء المفسدين الخونة العملاء للدول